تعالوا نجاوب على سؤال مهم جدا، هل انت المفروض تتعلم رياكت جي اس؟ قبل ما اجاوب على السؤال دوت، خلينا نتكلم على نقطة معينة انك المفروض تبقى انت اوريدي اوير بيها او مظبط نفسك فيها قبل ما تخش على اجابة السؤال دوت. انت المفروض كشخص بني ادم طبيعي، شخص شغال في الفرونت اند، تكون بتعرف تعمل ديزاينز كاملة لويب سايتس كاملة باستخدام ال HTML وال CSS وال JavaScript، او ممكن يكون معاه الجي كويري، ممكن بوت ستراب، لكن انت بتعرف تعمل ديزاين كامل من غير ما تبقى محتاج انك تشتغل على الرياكت او على الانجلر او الفيو. وان شاء الله نتكلم على الالترناتيفز بتاعت الرياكت في الفيديو الجاي، بس المهم انك اصلا بتعرف تتعامل مع الويب، ممكن تعرف تعمل ديزاينز. فالرياكت جي اس دوت او الفريم ورك عموما ده الليفل التاني اللي ممكن تشتغل عليه بعد ما تكون اصلا خلاص انت بقت فاميليار بانك تعمل ديزاينز، بتعرف تشتغل بشكل كويس الحاجات دي كلها. فبعد كده نبتدي نتعلم رياكت او نتعلم فيو او نتعلم انجلر. طب اجابه السؤال بقى دوت، هل انت المفروض تتعلم رياكت؟ الاجابه بالنسبه لي هي اه تعلم رياكت. طيب ليه نتعلم رياكت؟ ده السؤال بقى. انا اقول لكم المميزات في رياكت من وجهه نظري الشخصيه. اول حاجه هي سهله جدا انك تتعلمها، رياكت مش صعبه انك تتعلمها وانك تعمل بيها حاجه. الحاجه الثانيه هي البرفورمانس بتاعها سريع جدا. الحاجه الثالثه فيها لارج كوميونتي يقدر يسبورت، هتلاقي عندك ناس كتير قوي بتكونتريبيوت فيها، هتلاقي كميه كومبوننتس وباكجز كتيره خاصه برياكت، فهتلاقي الموضوع يعني كبير جدا، في كوميونتي محترمة جدا لرياكت. النقطة الرابعة ان هو تقدر تستخدم رياكت في اللارج سكيل ابلكيشن، تقدر تشتغل، يقدر يشيل اي سكيل ايا كان نوع الابلكيشن بتاعك، يقدر يشيله سواء كان سمول سكيل لارج سكيل ميديوم سكيل، يقدر يشتغل معاك بشكل كويس. الحاجة التانية برضو الدوكيومنتيشن، أنا شايفه بالنسبة لي أنا كحسن كويس جدا، وإن كان مش البيست دوكيومنتيشن لكنه الدوكيومنتيشن بتاعهم كويس جدا، أنا بعتمد عليه بشكل أساسي في إن أنا لو عايز أرجع أفهم حاجة معينة فغالبا برجع للمانيوال بتاعهم. البوينت بقى المهم برضو إن أنت ممكن لو خلاص بقيت فاهم رياكت جي إس كويس، تقدر بعد كده تشتغل على موبايل ابلكيشنز، بحيث انك تقدر تعمل ويب ابلكيشن وموبايل ابلكيشن، يعني انت عن طريق انك تشتغل بحاجه اسمها رياكت نيتف. رياكت نيتف دي بتخليك تعمل موبايل اندرويد واي او اس فيرجنز باستخدام النود او باستخدام رياكت، دي عن طريق حاجه اسمها رياكت نيتف. فانت بتعمل ويب سايت او ويب ابلكيشن باستخدام رياكت جي اس، وبتعمل موبايل ابلكيشن باستخدام رياكت نيتف. طيب ايه الدروباكس اللي انا شايفها في رياكت، او ايه الحاجات اللي ممكن نقولها ايه العيوب بتاعت رياكت؟ هما حاجتين بالنسبه لي. اول حاجه هو بيعتمد على الجي اس اكس سينتاكس، ودي مش اي حد بيتقبلها انك تكتب اتش تي ام ال جوه الجافا سكريبت، فالاثنين تحس ان ديت اتش تي ام ال داخل على الجافا سكريبت، فالاثنين ملمسين مع بعض. دي انا بالنسبه لي بشكل ما مش مضايقاني قوي، لكن بعض الناس ممكن تتقفل من حته الجي اس اكس، وهنشرح ان شاء الله ايه الجي اس اكس في الدروس الجايه. الحاجه الثانيه رياكت هي لايبرري مش فريم ورك، يعني مش بيوفر لك كل حاجه انت محتاجها عشان تعمل ويب سايت كامل، لا هو مثلا عكس الانجلر، هو بيوفر لك الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها عشان تشتغل، لكن في الاخر الباقي انت تقدر تستخدم حاجات جاهزه كباكجز ثانيه تسبورت معاك في البروجكت بتاعك. فدي الحاجات اللي انا شايفها من وجهة نظري مميزات وعيوب رياكت جي اس.